شهريار للمجدي نصار على يعني اولا عمر هو الميزه الجميله ان عمر احنا من حسن الحظ انه ما كانش مجهز الورقه او ما لحقش، لان احنا في المداخله بتاعت عمر استمعنا الى خبره عمر المتراكمه عبر السنوات. فعمر حقيقه لم يقدم بحثا ولكنه قدم ذاته القارئه المدربه ولمس حاجات مهمه قوي. فخليني هبدا مع عمر. وطبعا انا برضه يعني مبسوط من حاز لمجدي ومبسوط من شغله بشكل عام سواء في السرد او في الشعر. طيب يعني الفكره الاولى هي انه لمس جوهر مهم قوي عبر عنه بفكره الانحيازات او فكره العيون او فكره تطورات طول الوقت. لان طول الوقت ده ممكن يرد برضه على سؤال مجدي ان تاريخ الادب طول الوقت يقرر ان اي معركه بين القديم والجديد تنتهي بانتصار الجديد. على فكره يعني مهم لذلك لانه طوال الوقت الحيويه والعفره هي اللي بتثبت حضورها، لان ببساطه المتلقين هم يبحثون عن الشعر التي يجسد حيواتهم ويجدون فيه انفسهم بمعنى من المعنى. لكن انا عايز برضو يعني اتمم بعض الشيء سريعا مع عمر في فكره هو النص الدرامي ازاي انحرف، لانه التقطت لقطه بذائقته المدربه قال ان الشعر الجاهلي كان اكثر دراميه من الاشعار اللي بعدين. فعلا لانه الشعر الجاهلي كان بيتحرك مع الحياه باعتبارها حاله وصراع طول الوقت مع الوجود. فعشان كده النص او القصيده فعلا كانت تقرا باعتبارها حاله ممتده فيها البنيه الدراميه بامتياز. لكن بعد كده تحول الشعر لمنطق التلقي ومخاطبه الملوك للحصول على المقابل خلى الشعراء احيانا يحاولوا يتحدوا ان هم يبحثوا عن اشعر بيت ويبحثوا عن اخو، يعني مثلا المسجلات اللي كانت بين الفرزدق وجرير في فكره انه هو يقول له يعني لما يقول له انا الموت والفرزدق بقى فاكر انه قفلها على جرير فجرير قال له انا الظهر والحاجات المعروفه دي. والحقيقه ان المشكله كمان مش في الشعر بس، ان تنظير النقاد القدماء اعاق فكره تنميه الشعر كمان بشكل واضح. يعني نجد ناقد وشاعر برضه ابن رشيد صاحب كتاب العمده انه احيانا يقول ان البيت الشعر الافضل انه يكون مش متصل باللي بعديه ولا اللي قبليه، انه حتى فكره التخيل انه دايما القصيده الجميله هي القصيده العقد، يعني كل بيت جوهره، يعني احنا بنهضم بس في النهايه هو كل حجر كريم او كل لؤلؤه هي لوحدها. فده خلى الامور تمشي بشكل يعني للاسف مش التطور اللي احنا يعني بعد كده لقيناه. والحقيقه انا عايز اقول ان العقاد في تنظيره بعض الناس ساعات يقولوا ايه ان الشعر دايما يسبق النقد، لا احيانا النقد ممكن يمهد لشعر كويس، لان العقاد في ترجمته او في تاثره بكولريدج مهد وهو بينقد احمد شوقي لفكره تحول النص من الغنائيه الى الدراميه، لانه كان بينقل عن بالمناسبه مجدي بينقل عن شكسبير عن كولريدج وهو بيقرا شكسبير في شغل الدرامي. فده ناحيه انه بعد كده تتمثل الحاله ويجي شاعر زي صلاح ابو الصبور بمناسبه وعي تنظيري عظيم ونقده يعني جميل. انا طبعا كتبت عنه حاجات بس لسه في الاوراق او في الادراج يعني شويه. انه صلاح ابو الصبور يقول ان الشعر بقى يقول في حاجه اسمها شعريه بسط الموقف، ان القصيده بتنتشر عبر يعني سطح ممتد. وصلاح عبد الصبور وهو بيتكلم عن شاعر زي عمر ابي ربيعه بيقول لك ايه؟ نجد فيه كل مهارات الشعر القديم من المهاره وقوه الدفع والاندفاع. لكن الشعراء التانيين في التحول المفصلي في تمثل الافكار دي بداوا يكتبوا عن بسط الموقف والتاثير من ايه وتغيره، بدات القصيده تمتد وتعمل النفس الدرامي اللي عمر اتكلم عليه واللي مجدي ضمن اعجب بيه. عشان كده ده تحول مهم انه مهد فعلا لقصيده للناس. وانا شايف ان صلاح عبد الصبور يكاد يكون انا بشبهه دايما انه الرحم الولود هو يكاد يكون بالرغم انه ما كتبش قصيده الناس لكن هو الاب الروحي فعلا لقصيده الناس سواء على مستوى اللغه او على مستوى الترف الشعري. هو مهد لفكره القصه الشعريه واتكلم عنها في مقالات نقديه كانت منشوره في الخمسينات. طيب مجدي عشان نختم انه انا عايز اقول انا مجدي باعتباره لو طبقنا عليه فكره ذات القارئه مجدي بيحقق نموذج من النقد احنا محتاجينه. ليه؟ لانه انا بلاحظ ان انا بتابعه وبتابع تطوره بلاحظ ان تطوره مهم. انه تطوره ناشئ عن طول الوقت قراءه النصوص والملامسه المستمره. انا خلاص بسرعه بس انا عايز اقول انه ساعات هو عنده شجاعه بس احيانا شجاعته بتخليه يتورط في حاجه
ناس ممكن انا بقول انا معجب بكل اللي اتقال بعد شويه حاجات بسيطه هي اللي هقولها بسرعه انه احيانا يا مجدي انت دفعت لفكره اداله الموسيقى ويعني عملت تخيل ان هي تبقى الشعراء الكبار اللي بيكتبوا بالوزن والمثل والقدام فقلت ايه فانت انتقلت من تعصب لتعصب مضاد شويه وانت مش واخد بالك لا بالعكس انا عايز اقول لك كمان انه فكره الضروره الشعريه دي فينا اولا ناخد زي الدكتور المرحوم محمد حماس عبد اللطيف محل الابيات عظيمه فيها الكسر والخروج ده بشكل عظيم وعامل كتاب عن صلاح الدستور كامل وقبل كده ابن جني عنده كتاب مهم عنده فصل مهم جدا في كتاب شجاعه العربيه في كتاب الخصائص اسمه شجاعه العربيه فكانوا بيفرحوا جدا بالشعراء اللي يخرجوا يعني مثلا فرزدق لما يقول واذا الرجال راوا يزيد رايتهم خضع الرقاب نواكس الابطال فشوف يعمل الجمع بتاع النواكس بتاع الجمع مهندس عشان يكسر ويخليهم يستلم منهم حتى صفه الرجوله ويضل عليهم بايه بالوصف ده ما قالش نعكسه ماشي طيب اخيرا فكره عايزين نشوف يا مجدي وترد علينا بقى انت حصرت الايقاع اللي في قصيده النسر استشهدت بالتكرار في الشنط اللغه عايز ملامح لو على رؤوس اقلام للايقاع الخارجي لقصيده النسر والايقاع الداخلي لنا رؤوس اقلام لو انت وصلت لنتيجه حلوه يعني ناخد ده و لا حضرتك انا اتكلمت عن التكرار والتوازي والايحاء وصدى الايحاء ودول اربع درجات ماشي خلاص طب يعني خلينا عشان دي ما طولتش كمان في حاجه انا جوه البحث ما بتكلمش عن التوازي عن التوازي اكمل بس عشان نبقى الرد كامل يعني انا لا اتحدث عن التوازي المتوازي توازي لفظ مع لفظ ده انا بتكلم عن كمان توازي وحده شعريه كامله مع وحده شعريه كامله والتكرار على هذا المستوى كذا بس يمكن لحضرتك القصيده اللي انا قراتها بتاعت حسين ابراهيم كان تكرار لا لان النموذجين ما يغطوش كل الـ الـ البحث الاشياء اللي بتصنع الايقاع او الذي يعني ما اشير اليه على انه سمات ايقاعيه طيب على اي حال انه برضه حصر فكره ان جمال قصيده النسر في شعريه المعنى دي شجاعه يعني لكن هو في حاجه يا استاذ احمد عشان اسيبه يكمل انا وانا بتكلم شفاهي بيبان انحيازي ما بعرفش اخفي وانا قلت ان انا حاببكم كفئه مجرمه ادبيه من زمان انا انما في البحث لما هو يقراه بعته له لم احصر ولم احدد يعني اغلب الكلام ربما وقد لكن هنا بس احنا ايه شفاهي مش بس يعني اخيرا انت قلت شعريه المعنى لا شعريه اللفظ والشعر تقدر تشكيل في اي شكل من اشكاله فالمعنى ده لا ده مالارمي بيقول من زمان انه القصيده تصنع من الكلمات لا من الافكار وحصر برضو ان كان شعريه الكيف لا الكم كان القصيده القديمه العربيه القديمه كل تجلياتها نموذج لشعريه الكم هو بس الشجاعه لازم تكون ايه غير التهرب شكرا الامر متفق في اي اسئله من القاعده